العم صالح له علاقة بموت أمك، ما بعرف، بلكي من دون قصد، ما بعرف إذا كان وسيلة. بس شو ما يكون، أنا كبرت على إيده، هو أبوها لشيرين، لهيك أنا بدي نمسك المجرم. طيب وإذا صار لك شيء؟ لا تخاف علي، ما رح يصير شيء. ليش لحتى نفكر بالشر؟ يلا، من وين رح نبلش؟ بدنا نروح لمكان الجريمة. تمام. طيب عندك فكرة شي وين ممكن يكون مكان الجريمة؟ ايه صح، ليكي خطر على بالي شي يمكن يساعدنا ويمكن لا. لما لاقوا صالح بصندوق سيارتي كان في وردة معلقة بكعب صباط صالح من تحت، يمكن ما تكون مهمة بنوب، بس ما بعرف، هيك خطر لي ممكن تعطينا راس الخيط لنعرف شي. طيب كيف كان شكلها؟ يعني نوعها إتيليا، جاردينيا، أكاسيا، بتعرفها شي؟ هي كانت موف بس قريبة على اللون الوردي شوي، زندة أصفر، ماني متذكر غير هيك، الوضع ما كان مناسب. طيب إذا شفتها بتعرفها؟ إيه محتمل. مو هي هي؟ موف وقريبة من اللون الوردي شوي، شوف. لا مو هي، ما كانت كبيرة هيك، لا. معقول تكون هي؟ لا كيف بدي قلك، كان شكل هالوردي هي مثل البنفسج. هي مثل البنفسج، بس أكيد ما أنا بنفسج هيك. طيب شوف هي. لا طيب بنفسجي، زندة أصفر، استنى، يمكن زعفران أباند. شوف لي هي. ايه هي سوهان. هي؟ ايه هي هي، هي هي. شي غريب لأنه هذا النوع نادر كتير بكورلوداغ، قليلة مناطقه. كتير منيح، إذا عرفنا مكان هالنبتة فينا نوصل لمكان الجريمة. لمين عم بدقي؟ لتسنيم، المسؤولة عن الورود بالمشتل. آه. في عندي ملف تعريفي عن هاي الأنواع. استنى شوي جسور، خلينا نشوف.
ايه تسنيم، اسمعي شو بدي قلك. روحي على مكتبي دغري، في ملف عن انواع النباتات بكورلو داغ عندي على الكمبيوتر، فوتي ودوري. عزعفران أبانت، بدي تشوفيني وين بتكون بكورلو داغ وشو المعلومات عنا. طيب عم استنى. ايه ماشي، ايه ممتاز. طيب شكرا لك، يلا بشوفك. شو؟ الورود بتطلع بمكان واحد هون وانا بعرفه جسور. كتير منيح، لكن قليلي لحتى روح بسرعة. قصدك نروح على الاغلب؟ سوهان ليكي لا تعترض بنوب جسور. انا بدي قلك ما نروح بسيارتك مشان ما نلفت النظر سوهان، بلا ما حدا يشتلق. في سيارة قديمة برا، خلينا نروح فيها احسن. ايه شو في جاهدة؟ ليك دوران، هلأ الوضع كتير هادي، إذا أنت إجيت لمحل ما قلت لك. أنا بالشغل ومو فاضي بنوب. كيف لقيت شغل بهالسرعة هي؟ ايه طيب، بس هو أكيد ما رح يكون أهم من ابنك، ما هيك؟ أنا فكرت بهذا الموضوع كتير وبدي... ها، ليك أجيت الصيدة. شو؟ انت شو عم تقول يا توران؟ انا هذا شو جنيت؟ ما عم بحكي معك، عم بشتغل جاهدة. روحي هلا، في عندي شغل بعدين بنحكي. الو، لا تقرب اكثر من هيك، قدام بصير الشجر كتير وأصلا في مستوقع. وبدنا نكمل مشي من هون. كنا نيجي أنا وأمي وندور على ورود. طلع أنت فيك تلاقي هون زعفران الأبانت مفرقة. لازم نكون قربنا. ليكي في دعسات كتير بهذا المكان، كأنه صاير خناقة هون. شوفي سوهان، جسور دم. وين؟ وينه؟ وأخيرا هذا هو المكان تبع الجريمة بالضبط. شي أكيد هو قال إنه رصاصة فاتت من جهة وطلعت من الجهة الثانية، قصدي النائب. معناتها لازم نلاقي مكانها. بيكون أحسن إذا ما بتحكي عن هاي التفاصيل، أنا ماني متحملة. ليكي إذا مانك متحملة المنظر، روحي وركبي بالسيارة وارتاحي هنيك. إيه بيكون أحسن إذا بحكي. تعي. شو جسور؟ شوفي شو لقيت هون، في أثر. دواليب بسكليتي. كيف عرفته؟ لو بتعرفي تقري الآثار كنتي فهمتي، وهذا من امبارح. ما بظن يكون أقدم من هيك. يعني كنت بطفولتك بالكشافة؟ واحد، اثنين، ثلاثة. بسكليت ولد صغير بأربع دواليب. يعني حلو كتير، بس هذا ما بيوصلنا لشي أبداً. يمكن مر الطفل من هون بأي وقت،
ما هيك؟ بظن انه صارت الجريمة هون بالضبط. شو هذا جسور؟ علي واحد اي. مو حابة ضايقك يا محقق، بس برأيي انه هاي الشغلات يعني ما إلها علاقة بهالموضوع. وبجوز إلى يمكن تكون هالمحاية لأي طفل كان مارق من هون وبأي وقت، مو ضروري يكون هالولد مارق مبارح، ما هيك؟ طيب سوهان، رح خبر النائب بمكان الجريمة وقول له يبعث فريق مختص لهالمكان لحتى يدقق بالأدلة واحد واحد ويتفحص المكان والمحيط، وهذا الدليل نحن منتابعه لأنه أكيد الشرطة ما رح تربطه بالحادثة وتهتم فيه بنوب. يعني ما رح نوقف هيك، بدنا نلاحق هذا الدليل. يعني أنت شو يلي متوقعه؟ مو متوقع شيء، بس فكري منيح، إذا كان مارق طفل من هون أكيد بيكون شاف الجريمة أو شي بيتعلق فيها، أو على قليلة سمع صوت سلاح لما تقوص صالح، ما هيك؟ ساعتها أكيد رح يحكي لنا بأي ساعة صارت الجريمة بالضبط. يعني إيه، بس لو مزبوط كان قال لأهله دغري واتصلوا بالشرطة، ما هيك؟ مستحيل نعرف هذا الشي لأنه في ناس بتخاف وما بيفوتوا بهالقصص. ممكن، بس مكان الجريمة وكمان توقيتها ممكن هدول يثبتوا براءتي. أكيد بقدر بثبت وين كنت بهداك الوقت. ليك، أنا ما بدي أحبطك أبداً، بس برأيي ما رح يطلع شي من هاي الأدلة. وحتى لو كان احتمال 1% يكون صح، ما بيستحق نجرب؟ طيب، أنا جاهزة، بس رح تستنى بالسيارة. اتفقنا. هون ما في غير مدرسة واحدة، هاي اسمه وصفوا على المحاية، لهيك خلينا نمشي لنلحق المدرسة قبل ما تسكر. رح شوف الولد وأحكي معه. يلا. في عندي طالبين اثنين اسمهم علي بنفس الصف. انت بتعرفي كنيته؟ للأسف. عفوا، يا ترى في مجال انه اشوف الاثنين؟ في واحد منهم ما اجى اليوم لانه كتير مريض، والثاني بعثت له يجي ثواني وبيكون عنا. طيب، شكرا لك. لك وين هالبنت؟ ليش ما عم ترد على تليفونها؟ جسور ما راح يقرب من بنوب، برايي ما راح يتجرأ يعمل هيك. بس انا ماني مطمن وبتوقع من جسور كل شيء. ان شاء الله يمسكوه بسرعه. انا متاكد انه راح يمسكوه. ليش نحن وين عايشين لحتى الواحد يقدر يهرب من الشرطة وما ينمسك كمان؟ انت مو كنت عم تقابل محامية جسور؟ اسألها، لأنه هي الوحيدة اللي ممكن تعرف وين بيكون متخبي. والله هلأ ما عاد عم نلتقي، حتى ما عم ترد على تليفوناتي، ما عاد طاقتني. هلأ لا تعمل لي فيها دون جوان زمانك، خلصنا بقى، روح اشتري ورد وشي خاتم على ذوقك وراضية للبنت وعرف لي وين هداك. أنا بدي أعلمك هالشغلات. لا لك لساتك قاعد هون؟ تحرك صالح البنت، خلينا نعرف وين جسور. أنا رح أعمل يلي بيطلع بإيدي، بس ما بوعدك. ها شوفي، على الأغلب فتحت الخط بدون ما تشوف، مو هيك؟ أنت عم تحكي مع يلي بإيده كل خيوط لعبتك، لا تنسى إذا تركت هاي الخيوط بتوقع وما حدا بيسمي عليك. لك تركنا من هالمسخرة، جسور هرب من السجن. سمعت، أنا شفته كمان. شفته؟ وليش ما خبرت الشرطة؟ الصراحة ما بقدر، بنتك معه يا فهمان. سوهان معه؟ يعني شو بدي أقول، ليش أنت في عندك بنت غيرها يا حلو؟ لك سوهان شو عم تعمل مع هداك الحمار؟ عم بيلعبوا لعبة المحقق حتى لقوا المكان اللي قتلت فيه صالح. والشي الأهم
إنه في طفل واحتمال يكون شافك. كيف؟ مين هالطفل؟ أنت شو عم تقول؟ ما بعرف وأنا كمان ما انتبهت، بس كان في طفل بالفيديو وما فيني أعرف إذا شاف أو سمع أي شيء لما كان، ولهيك هنن عم بيلاحقوه كمان. كثفنا الدوريات بهي المنطقة مشان إذا إجا على المزرعة نقبض عليه. غير هيك في نقاط تفتيش بمداخل البلدة كلياتها، وبتخلوا دورية على طريق الغابة كمان. بأمرك حضرة النائب. ألو، لقيت مكان الجريمة. جسور؟ لك أنت وينك؟ شو اللي عم تعمله؟ تعال لعندي فوراً. خد دورية وفوتوا 15 كيلومتر بطريق الغابة قبل المستنقع بشوي، صالح انقتل هنيك، رح تلاقي أثار دم وفي رصاصة بشجرة. يا جسور اسمعني، أنا رح حذرك لآخر مرة، تعال عندي دغري لأنك هيك عم تثبت إنك القاتل. مستحيل هذا الشيء، مستحيل اتراجع قبل ما أثبت براءتي، آسف. جسور! متأكد إنك ما رحت لهنيك؟ بلكي تكون مريت من هنيك وإنت عم تلعب على البسكليت. بس أنا ما عندي بسكليت. ماشي علي، شكراً لك. يلا علي على صفك. طيب في مجال أخذ عنوان الولد الثاني؟ إيه طبعاً. هلأ بلشنا. أصحك تخليها تغيب عن عينك، انتبه ما تحس عليك وانت عم بتلحقها، تلحقها مثل خيالها. عنوان الولد صار معي، يلا خلينا نروح فورا جسور. تفضلي. مرحبا، أنا سوهان كورلوداغ. بنت تحسين كورلوداغ؟ ايه أنا. ممكن أحكي مع ابنك علي شوي؟ بدي أسأله عن شغلة وهالشغلة كتير مهمة. ماله هون برا البيت. عن جد؟ طيب وينه؟ يعني هو ما راح على المدرسة لساته مريض؟ يا خانم ليش كل هالأسئلة؟ أنت شو بدك من ابني؟ قلتلك بدي أسأله عن شغلة كتير مهمة. بلكي بيقدر يساعدني. نحن ما منقدر نساعد أي حدا بنوب، وغير هيك ابني ما شاف شيء ابدا. لو سمحتي افتحي الباب. لو سمحتي. يلا روحي قبل ما اخبر الشرطه. طيب هاي الكارت تبعي، ماشي رح اتركه هون، انت فكري بالموضوع وبعدين اتصلي. شو حكيتي مع الولد؟ أمه ما سمحت لي، حالتها ما لها طبيعية، يعني لسه ما حكيت بالقصة، قالت لي إنه ابني ما شاف شيء. هذا بدل
إنه شافه. طيب لوين؟ وقفي خليني جرب حظي مع هاي المرأة. أنا كمان جسور. استنى، هي قالت رح تتصل بالشرطة ويمكن حاكتهم. لو سمحت خلينا نروح قبل ما يجي حدا، لازم نعطيها شوية وقت وبعدين نرجع. إيه؟ لو سمحت اليوم مو ضروري نغامر كل هالقد. خلص لو سمحت، نحن لازم نمشي قبل ما يمسكونا. شو بدك نعمل؟ نكمل مراقبة؟ يمكن يفهم انه عم بيتلاحق من قبل حدا. اصلا طلعت كل جايتنا لهون على الفاضي وما رح نجرب حظنا اكتر. اساسا اول شي لازم نحل مشكلة الطفل. لشو لعبت هيك لعبة على الشرطة؟ أنا هذا اللي ما عم بفهمه. عمي رفعت، جسور ما حكى معك أبداً، يعني إذا أنت بتعرف وين مكانه وخبرني لو سمحت. هلأ هو بورطة كبيرة، ليك أنا مالي حابة إنه تكبر هاي المشكلة أكتر من هيك. وأنا ما بدي إياها تكبر، أنا ما بعرف مكانه ولهلأ ما حكى معي أبداً. الحقيقة الحق معه، هو رح يفكر إنه الشرطة عم تراقبنا كمان، بعرفه. هو معقولة سوهان عمي؟ يعني معقولة تتعاون مع النائب لحتى يروح يقبض على جسور؟ لا تحكي بلا ما تعرفي، يمكن بتعرف شيء نحن ما بنعرفه. بانو أنا لازم شوفك، ممكن؟ أنا بعتذر منك، هي مرته لجسور السابقة، ما فينا نحكي عنها أبداً. وين سيارتي؟ أخذتها وخبيتها احتياط لأنه يمكن يلاقوها ويعرفوا مكاني. بدك تروحي؟ إيه رح روح. لقاتل بيناتكن وأنا ما بدي ترجع على كورلو داك بنوب. لا تخاف، ما رح يصير شيء أبدا. متأكدة؟ يلا عطيني المفاتيح وقلي وين سيارتي. الجو مو منيح، الصبح بتمشي.